السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جماعة الخير في القناة، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. نرفع القدرة الشرائية نتاع الطبقة الكادحة، الطبقة المعوزة، الطبقة الوسطى، نحي لهم الضرائب. ونحيت الضرائب، أول قرار خديته نحيت الضرائب على كل المرتبات لأقل تساوي ولا أقل من 30,000 دينار، 3 ملايين سنتيم على ذاك. وبدينا في رفع الأجور اللي وصلت في نهاية السنة الماضية إلى 47%، الحمد لله، وما زال نزيدوا، ما زال بدينا. كما سمعت معايا تصريحات المترشح المجيد تبون، قال انه الزيادات راح تكون في الاجور في الرواتب وبالنسبه للموظف للمتقاعد دون استثناء، يعني بصفه يعني جميعا كل الاصناف المتقاعدين، كذلك زياده في المنح، وما نساش المراه الماكثه في البيت. الناس اللي عم يسمعوا فينا، سنه العهده الجايه قلت باش نزيد في المرتبات، نزيد في المنح، ونزيد في التقاعد كذلك، نزيد في التقاعد. إذا كان هذا هو برنامج المترشح للعهدة الثانية عبد المجيد تبون، اللي يتكلم على الزيادة المرتقبة للأجور تاع الموظفين المتقاعدين كلهم بما فيهم الجنود العشرية السوداء، هم كذلك معنيين إن شاء الله بهذه الزيادات لأنهم على جد يستاهلوا، لأنه يعني هذه الفئة عندها بزاف ما تنصفتش ورام ينتظروا. يعني هذه تصريحات المترشح عبد المجيد تبون للعهدة الثانية إذا نجح فيها، طبعا راح يعمل عليها. وقال حتى الزيادات في المنح اللي هي المنحة الجزافية اللي نعرفوها للتضامن، واللي فيها متلقات أرامل كبار السن، منح الأمراض المزمنة، منح المعاقين ذوي الهمم، يعني هذا كامل راح يطبق عليهم يعني هذه الزيادات. يعني الوقت اللي راح يطبقوا فيه هذه الزيادات في حالة خرج المترشح عبد المجيد تبون العهدة الثانية راح تكون أكيد بعد الانتخابات أو عند نهاية سنة 2024 أو بداية 2025، يعني في جانفي. أنا باش نقول لكم يعني نحدد لكم يعني الوقت يعني بالضبط، ما نقدرش نحدد لكم. المهم إن شاء الله فيها خير وخلاص. إذا المنحة الجزافية هذه وش تضم العديد المستفيدين منها، الناس الأمراض المزمنة، قلنا المطلقات، الأرامل، كبار السن، هادو كامل اللي كانوا يخلصوا 700,000. أما المعاقين يعني اللي عندهم إعاقة 100% يعطوهم يعني 1,200,000، قولوا لي برك 1,200,000 لهذاك المعاق ما عندها ما دير، حقيقة يعني فتات. كما قال رئيس عبد المجيد تبون، الجميع معنيين بهذه الزيادة، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة راح يكون لهم رعاية خاصة وأكيدة من المترشح عبد المجيد تبون لو فاز بالعهدة الثانية. وطبعا هذه فئة المعاق أو ذوي الهمم كانت عندهم مطالب من قبل، وأكيد هذا المطلب راح يتنفذ، وأكيد الصوت نتاعهم وصل رئيس عبد المجيد تبون، وراح أكيد يكون هناك قانون جديد يحمي هذا المعاق وراح يعطي له حقه. أكيد راح يطلعوا في المنحة الجزافية لأصحابها كان يتقاضوا 700,000 واللي كان يتقاضوا 1,200,000. وبعد صدور هذا القانون اللي راح ينفذ راح تطلع أكيد المنحة الجزافية بإذن الله فيها خير، وأكيد يعني بعد الانتخابات هذه اللي راح تجرى إن شاء الله راح تكون زيادة قبل انتهاء 2024. إذا تصريحات المترشح عبد المجيد تبون، قال هذا التزام مني، التزام مني للشعب، لو نخرج في العهدة الثانية راني نطبق لكم هذه الأمور. نتمناو التطبيق يكون كذلك للمنح الكامل، يعني مش منحة على منحة، لأنه يعني هذيك 700,000 راهي ما دير والو في وقتنا هذا. وقال كذلك حنحسن لكم المعيشة، القدرة الشرائية، يعني هذاك المواطن البسيط يقدر يعيش ويعيش وليدات. إذا لازم عليك يعني بالنسبة للناس
كاين كثير كثير منكم خليتوا لي تعليقات وتساؤلات على المنحة الجوزفية الخاصة بالأمراض المزمنة. المنحة الجوزفية وش معناها؟ المنحة الجوزفية للتضامن فيها عدة أفرع، كاين فرع خاص بالأمراض المزمنة، خاصة بالكبار السن، خاصة بالمطلقات، خاصة بالأرامل، خاصة بالمعاقين وذوي الهمم. هذه هي المنحة الجوزفية، تتفرع منها شحال من فرع. إذا نتمنى إن شاء الله الحاجة نتمنوها لهذا العام لو يخرج يعني المجيد تبون للعهدة الثانية، أنه المنح يعني الناس اللي تكون عندها أمراض مزمنة مثلا، عندها أمراض مزمنة وعندها زوج تاعها يهز المعاش تاعو تاع التقاعد، معاش تاعو تاع التقاعد أقل من 3 ملايين، علاش ما يعطيهمش ازدواجية المنحة؟ علاه ما يعطيهاش هذيك المنحة؟ لأنه 3 ملايين والمنحة هذيك تاعها اللي تهزها 700 ألف يعني ماشي حاجة كبيرة بالنسبة للمعيشة اللي عايشينها. قالت لي أختي والله راني مريضة، سكري عندي وندير في الانسولين، وراحوا نحاولي المنحة تاعي وان الزوج تاعي التقاعد تاعو راهو بسيط جدا. اذا نتمنوا ان شاء الله ازدواجية للمنحة باش الناس هادو الفئة هذه نهضر على هذه الفئة انهم يستفادوا. كذلك يعني حاجة واحدة اخرى بالنسبة كذلك الناس اللي تهز المعاش المنقول، كاين تاني يهزوا معاش المنقول تاع بويانهم ولا تاع عماتهم متوفين، حتى ذاك المعاش المنقول ما يدير والو، مع هذيك الطفله تكون مريضه تكون معاقه يقول لها لا بيسك تهزي معاش المنقول نحولك المنحه تاعك. علاه؟ نتمنوا هذو تاني يشوف ليهم رئيس الجمهوريه لو خرج للعهده الثانيه، نتمنوا ان شاء الله ولا اي رئيس كان، احنا ما عندناش يعني التحيز لرئيس على رئيس، احنا نتمنوا اللي يخرج البلاد هذه يخدمها فعلا وينصف الشعب تاعها ويسمع منادات ومطالب هذا الشعب، لانه الشعب يعني يدعي الرب سبحانه من فوق ويشوف لهذاك الرئيس اللي يعطيه حقه، يعطيه يعني مكانته، يعطيه له قيمته في هذه البلاد، وهذا حق شرعي ومطلب شرعي لانه هذا كامل خيرات بلادنا، لازم حتى هذاك المواطن يستفاد منها. نتمنوا يعني يديروا لهم يد يعني من يدي التسقيف لهذه المنحة، راح يستفاد منها أكيد. ونسبة طبعا لرفع الأجور الحد الأدنى للأجر يعني السميك راح يطلع 40%، يعني راح يزيد 2 ملايين، كي يطلع يعني ب400 ألف أو أكثر، الزيادة هذه راح تمس الموظف والمتقاعد كيف وكيف بعضهم، يعني كل موظف كل متقاعد هذيك الزيادة راح تمسكم في زوج، وكذلك اللي يخدم في الخاص ولا يخدم في العام. وبإذن الله الرحمن قبل 2024 بأثر رجعي، لا بأثر رجعي، نتمنوا هذاك المواطن يدي الرابيل. علاش لا؟ لأنه بحاجة هذاك الزيادة وبحاجة هذاك الرابيل، لأنه المعيشة اللي راهو يعيشها هذاك المواطن الجزائري يعني كيفاش نقولوا حنايا يعني متدنية، ويعني هذا الرابيل على الأقل شوية يعطيه يعني ينحي عليه الغبن هذا. إذا الزيادة الجاية إن شاء الله للمتقاعد راح تكون زيادة استثنائية ماشي تثمين. وقال راح المترشح تبون لو نكون في العهدة الثانية يعني نتكلم كذلك على الضريبة، قال لغيتها للناس اللي خلصتهم أقل من 3 ملايين، من 3 ملايين وأقل، وياريت يا رئيس يعني لو تكون لك يعني كتب لك ربي وتكون في عهدة ثانية نتمنوها تلغى نهائيا. الشعب راهي طالب، قال لك من طالب وجهكش بالزيادة، نحينا الضريبة ونقوله الحمد لله، هذا هو المطلب تاعنا. اتكلم كذلك على منحة البطالة انه راح يزيد فيها، يا اخي قبل كانت 1,300,000 ردها 1,500,000، وحنا كنا سمعين قبل راح يردها 1,700,000، لكن يعني هدرها مباشره قال راح نردها لكم 2 ملايين. راني عارفه كاين الناس يقول لك 1,500,000 هذيك كانت تحل بها بيبان وتعيش بها ناس، يا ربي فهموني 1,500,000 واش دير؟ راني عارفه مصروف تعجيب، ما تعيش ناس 1,500,000، سمحولي راكم غلطين، المعيشه راكم تناقضين. نسمعكم تقول تهضروا على المعيشه راهي غاليه وتقولوا لي 1,500,000 تعيش ناس، واش دير 1,500,000 في الوقت تاعنا ده؟ فهموني برك، تروحوا درك في الوقت هذا تروح تشرو شويه تاع لحم وشويه تاع خضره في 3 ايام تكمل لك،
انا اكيد في 3 ايام تكمل هذيك 1.5 مليون، ما عندها ما دير. ما تقولي ليش انت ولا انت 1.5 مليون تحل دار وتعيش مراه وراجل وتوكل وليدات، يعني للشيطان 1.5 مليون. هذه كما قالها رئيس تبون، ما نحبش ولد بلادي ولا الجزائري تاعنا ولدنا يمد يده. فقط اي مصروف تعجيب كيما نقولوا احنا، قهوه تاي تشري بها حاجه تاكلها، بس ما تعيش بها دار. سبحان الله، في نهارها تكمل، كنت تركزوا عليها في نهارها تكمل. نتمنى احنا هذا الشباب هذا المنحه هذه اي مؤقته، يجي نهار ويخدم. بعد ما سمعنا انه في منشات تحت تحل راح يوفر مناصب شغل، كذلك فيها فيديوهات يعني قادمه ان شاء الله نتكلم عليها على هذه الامور. يعني هذا يعني حاجه مليحه، نتمناه ان شاء الله الشباب تاعنا يبقاش هكذا. وكلمت في فيديوهات سابقين على المنحه تاع البطاله، تمنيناها اكثر من 40 سنه، لانه كاينين صار ساكن فايتهم الزواج. سيد الرئيس يعني الله غالب ربي ما جابلهاش مكتوب المخلوقه هذيك، هذيك تضيع مسكينه، هذيك المامون ما عندها منحه حتى هي، ما عندها لا باب لا اخت لا خو، ماتت امها مات باباها، يعني حتى المعاش هذيك تهزو 300 400 الف ولا حتى 700 الف، واش دير لها؟ راح تقدر تعيش بها؟ هذو نتمنوا لهم ازدواجيه المنحه كذلك. نتمنى ان شاء الله المطالب تاعنا كامل توصل، والمطلب تاعكم انتما ثاني يا خاوتي، خلوا مطالبكم اسفل الفيديو واش تتمناو. داكور، ان شاء الله المطلب تاعنا يوصل للمعنيين وناس كامل تسمعوا. ممكن فيديوهات جايين ان شاء الله راح نديرها في القناه، مهمين. نتمنى ان شاء الله تكونوا متابعيني وفعلوا جرس باه يوصلكم اي فيديو نحطه جديد. لازم تكونوا يد في اليد ونكونوا جنب لجنب، ونوصلوا مطالبكم، نوصلوا اقتراحاتكم. ان شاء الله ربي نتمنى لهاد البلاد يجيب لها اللي يرفعها عاليا ويكون صالح ليها وللشعب نتاعو. وان شاء الله احنا مادام الرئيس تاعنا بجنبنا احنا نكونوا بجنبه، كان من يكون. المترشحين راهم 3، المهم اللي يخدم البلاد رانا معاه، وما عندي تحيز لحتى واحد، راني مع الحق. هذا هو. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تكونوا استفدتوا منه وجاتكم معلومات جديده. المهم تفائلوا، خير ان شاء الله تجدوه، واللي فيه الخير اصلاح لينا ولبلادنا ان شاء الله ربي يقربهونا. نقول لكم تهلاو في رواحكم الى فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.